دكتور عمار، يعني الحديث عن يعني بهذا الشكل، يعني ربما جميعنا يلمس تداعيات الحرب، ولكن الحديث بهذا الشكل المباشر بأنه يبدو أنه لا نهاية في الأفق من مسؤولة أممية، كيف ترى؟ تحياتي سيدتي الكريمة. نعم، يعني يمكن التوافق يعني بهذا الطرح الأممي، وذلك أننا نرى أن أفق يعني التفاوضات قد أغلقت، وهي أغلقت يعني من قبل الطرف الأوكراني بناء على الطلبات يعني والإملاءات الأمريكية. رأينا بداية الأزمة كان هناك يعني أفقا حول يعني المفاوضات فيما يتعلق في اتفاق يعني في مفاوضات مينسك ومن ثم اسطنبول، ومن ثم يعني انتهت هذه المفاوضات، وباعتقادي يعني وضعت يعني النقطة الأخيرة بها عندما أصدر الرئيس زيلينسكي المرسوم الجمهوري بعدم خوض المفاوضات. لكن يعني من جهة أخرى نرى أن هناك توجها استعراضيا يعني للمفاوضات السياسية من قبل الطرف الأوكراني بناء على الخطة يعني التي وضعها الرئيس زيلينسكي، ويريدون من خلالها يعني عقد قمة للسلام بدون روسيا. هذا كله يعني لا يقترب يعني من العقلانية أو حتى من المنطق السياسي. نعم، يعني اليوم نحن في مراحل ممكن يعني تسميتها المراحل العسكرية من هذا الصراع، والواقع يعني الذي سيحكم يعني المعادلة السياسية أراه من خلال يعني العمليات العسكرية المكثفة التي نراها. وهنا يعني ممكن أن نلمس يعني التقدم يعني الروسي لتحرير كامل المناطق فيما يتعلق في منطقة الدنباس، وهناك أيضا يعني خلل في وارتباك في المنظومة الغربية من خلال يعني الأداء حول يعني العسكرة من جديد والزج بالأسلحة النوعية إلى أوكرانيا. وكل هذا يعني الهدف منه هو إيقاف يعني العملية السياسية، وذلك لعدم وجود أي خيارات يعني لديهم في المرحلة الحالية. طيب، على أرض الواقع يعني ربما بالفعل المعارك مستمرة، روسيا تعلن السيطرة على سوليدار، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه البلدة حتى يتم التركيز عليها بهذا الشكل من قبل وسائل الإعلام والبيانات العسكرية الروسية؟ فيما يتعلق يعني في سوليدار، هي المدينه او البلده التي يعني تبعد تقريبا حوالي 15 كيلو مترا عن في شمال يعني مدينه ارتيوموفسك باخموت، وهذه المدينه هي تعتبر استراتيجيه، وهي محصنه يعني عسكريا، وبدا تحصينها يعني العسكري منذ عام 2014 باشراف مباشر يعني من قوات الناتو انذاك. هذه المساله يعني تعطي روسيا الحريه في التقدم الى التحرير يعني والتوجه الى منطقه أو مدن سلافيانسك وكراماتورسك. يعني هذه باعتقادي يعني المعقل العسكري يعني الأخير في مسألة التحرير الكامل لدنباس. فلذلك الأهمية الاستراتيجية اليوم لهذه المنطقة، لأنه بعد يعني تحرير مدينة أرتيوموفسك باخموت، باعتقادي يعني ستتغير الأمور العسكرية وانعكاساتها مما لا شك فيه ستكون على المسار يعني المسار السياسي. فلذلك نرى اليوم هناك يعني دعوات كثيرة وتسريع في عمليات يعني الزج بالأسلحة، وذلك لعلم يعني الغرب بأن سقوط يعني باخموت هو سيعتبر مرحلة جديدة عسكرية في هذا الصراع. ولذلك يعني نرى تكثيفا يعني لكل هذه العمليات، وأيضا يعني التصريحات الواضحة للقادة الأوروبيون وأيضا وخاصة الأمريكيون. فنحن يعني على أعتاب يعني المرحلة العسكرية الأخرى. هنا يمكن يعني التنبيه ايضا يعني الى مساله اداريه فيما يتعلق يعني بتعيين رئيس هيئه الاركان الروسيه كقائدا للعمليات العسكريه في اوكرانيا. هذا يعني مساله تضفي يعني اولا الاهميه لهذه العمليه، وثانيا هي توسيع ممكن القول العمليات العسكريه ودعم اللوجستيات فيما يتعلق في المعارك على اكثر من جبهه. فلذلك نحن امام يعني توسعات واحتدام يعني معارك عسكرية قادمة مما لا شك فيه. إذن دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، شكرا جزيلا لك.